السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا موسى رسول الله. السبت شعب بني إسرائيل رح يقرأوا بالتوراة على الأسطورة الخلق إنه هو خلق الله عز وجل الدنيا وخلق كل يوم إشي التاني خلال 6 أيام، وفي يوم السابع تريح من شغله. وعشان هيك يوم السبت هو يوم مقدس لليهود، وهذا يوم بطالة للصلوات وراحة وعطلة، زي المكتوب بسم الله الرحمن الرحيم: مبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه أستراح من جميع عماله الذي عمل الله خليكا. المهم القصة معروفة انه الله سبحانه وتعالى خلق الضوء سماوات والارض شمس حيوانات اسماك وكل اشي، بس الانسان خلقه اخير في يوم السادس. ليش؟ حكومونا بيقولوا لنا انه ربنا برمز للانسان انه ما يتكبرش، لانه الناموس خلقت قدامه ومجبور عليه يكون متواضع وبسيط. وفي المثل اللي بيقول لا تكبر الله اكبر. اهفتم السيرتون اسمعكم تشتفوتو. شبات شلوم خبير.